سيدريس بعدا سيدريس الانطاكي دابا سيدي قول لي هذيك اللي تخدم عليها شنو هي سميتها؟ هذه سميتها المنجره. دابا انت تصوب صنع على راسك هذه المنجره. صوب على راسي. شنو كدير عليها سيدريس دابا انت روينا؟ هذه كنصوب بها هذا سميتو المنقاش. المنقاش اها. وهذه سميتها النصاب. النصاب. نصاب. النصاب والمنقاش الله يرضي عليك اها. احنا والله الا باغي نهزو الرايه لهادشي روينا الحبيب شي طريه روينا الحبيب روينا روينا ما شاء الله عليك ابا درك كيتسمى القلام القلام هاش كدير به تسمى الفرمه الفرمه هذا كنرشم يلا رويني الفرمه صافي دابا هاد الفيديو كيدير شي 50 ألف مليار والله الا صوب لك الهلال معلم دريس اش كدير تسمى دابا انت سميتو القجر 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 واو واو اش كيدير هاد القجر اش كدير به القجر هذا فيه عندنا جوج ديال الانواع عندنا الزرق الابيض هاد الالوان كنصبغوا بهم الالوان كاملين 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 هاد الجوج هادو صافي كتخلط وتصبغ لا الزرق مثلا هاد الزرق مثلا الى عندنا مثلا هذا مثلا ديش ليجه زرقاء غنمشيو للابيض اي باش فهمتك تتبع هذاك مفتوح والاخر مغلوق دابا انت هادي تروينا بجنيجه زرقاء تعلمنا يلا روينا شنو غدير هذا سيدي كيتسمى هذا الرشيم الرشيم غترشم لنا دابا طرف ديال الجلي روينا الله يفتح عليك هذا سميتو بيد الوجه وهذا سميتو القلام هذا سميتو الرشيم انا كنرشم حبه بسم الله بسم الله كترشم طريف ايه ما شاء الله عليك هات هذه هذه الفرمه هذه سميتها القفا 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 كاين شي انواع ديال الفرمات اخرين مثلا هذه يلا هذا 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 هذه كومبلي كتسمى ال 24 24 24 شنو معناتها 24 24 هذا الموضي سميتو ال 24 واي اي اي فرمه هنا كتسمى اي بياسه راه عندها اسم ديالها ها هو اللون مثلا دابا هذا هذه سميتها الخاتم الخاتم زين واللون خابوري الخابوري وهذه سميتها المشيطه وهذا اللون سميتو فاروزي فاروزي وهذا سميتها اللوزة وهذا اللون بيض هذه الشوكة حمراء زين البعيوي بيض الدريهم بيض المسيسة المنشار حمراء عظم الزيتون القنديل ال 24 القنديل ال 24 هذا الصفيط هذا الميال الكاس هذا هذه بولة العرشة الله 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 المحدود النزق وحنا خارجين زيد زيد هبط هبط قاسم هنا كيتسمى هذا القطيب هذا القطيب هذا الرويصات الرويصات هذا الساروت اها وهذا هذا الدريهم الرويصات القطيب سير الله يرضي عليك السي دريس انطاكي هذا صانع تقليدي مغربي اصيل مدينه فاس قبيله قلت لي واحد العلم قلت لي هذا الطين باش كتخدم كاين في فاس ما كاين الا دابا دابا مول الجلي جبل ديال مراكش كيهبط الباشا شي هذا الطين فين كاين هذا الطين هذا عندنا في طواحف مدينه فاس خارج على فاس بعض الكلمات كتسمى بنجليق بنجليق تما كتشريوه تما كنجيبوه كتجيبوه كيفاش كتجيبوه انتم كماده اوليه كنجيبوه بالترونسبور لعندنا لهنايا كنجيبوه بالترونسبور كيجينا بحال هذا الشكل هكا كيفاش كيجي هكذاك زرق كيجي زرق هكذاك اي لون اللي بغيتي حنا بحالنا انا صوب لك حبه يلا صوب لي حبه وبلا تيجي معك من هنا بسم الله هذا كيتسمى التقصار 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 اها التقصار ما شاء الله عليه الله 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 هذا خصك تكون عندك واحد 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 بريسيزيون واحد الاتقان باش انك تقدر تزاول هذه المهنه هذه وهذه المهنه هذه الا ما قبضتيهاش وما دخلتيهاش وانت صغير ما تقبضهاش دابا السي دريس انت شكون اللي علمك هذه الصناعه؟ علمني المعلم ديالي الله يرحمه ترحم عليه الله يرحمه دابا ترحموا عليه سميتو الغرباوي الله يرحمه اللهم اغفر لنا وله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع منه الا من ثلاث وقال ولد صغير ادعوا له احنا دعينا المعلم الغرباوي بعد هذا النهار هذا هذه السي دريس سميتها التقصار شو شو كيفاش كدير لها طباق كتفرمها هكذاك هذه باش كنصاوبوا البياسه اللي عندنا واو 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 الله يحفظك المعلم دريس وصار علمتينا الله يعلمك هات شوف المرحله الثانيه شنو هي هو هذا الخلاص هذا يلا روينا قلب الكتاب قبيله شنو قلت لك قبيله الميزان كنقبطوا بها ايه دابا بلاتي الميزان دابا شنو ندير شنو غادير قلبتي سميت هذه البلاصه الجديده دابا تخلاص تخلاص دابا ما مزياناش هكا شنو خصنا نديرو تهبط نقصوا الميزان الميزان واو هي ولات
نيشان شفتيها؟ آه ما شاء الله عليك. عرفتي دابا كيتسمى الخلاص غادي نزولوا لهذا الشيء هذا اللي في الجنب. غاتزولها باش غيقول لي غيزيها. تفينيها. فينيسا بسم الله. ما شاء الله عليك. وكتفينيها بالبيزو باش ملي كتجي تمونطيها كتجي وحده كتدخل بوحده. ما شاء الله عليك المعلم ديالك. تكون صبار. واش كتقلق؟ وعلاش قال لك الصناعه الا ما غنات؟ كتسر. وإلا ما سرت؟ كتزيد في العبر. يعطيك الرضا والسر. الحمد لله الصناعه هذه كنبغيوها. الحمد لله السيد الناس كتقري وليداتك وما خصك حتى شي خايب. الحمد لله الصناعه هذه منا قرينا وليداتنا منا كبرنا وليداتنا. يعطيك الرضا قول هذا الشيء للناس. قول هذا الشيء للوليدات قول هذا الشيء للشباب. ها هو يقول لنا. دابا مثلا دابا هذه راه غادي خصني 20 يوم 25 يوم. شحال؟ 20 يوم. باش تصوب تمونطيها. 20 يوم 25 يوم. لان دابا الطبله باش ملي صوبتيها 20 يوم شحال باش تبيعها؟ هذه كنبيعها ب 5000 درهم. ايوا هذا عاطي اي نعم. وهذه هذه راه تقريبا فيها 1000 بياسه هذا. 1000 بياسه تما؟ 1000 بياسه دابا هذه. الله يعافيك يا ربي عطيتي جديد بكياض النار انا شتي انا كنترفع عنها. بارك الله لك في صنعتك. شتي دابا الا ما كنتيش عندك واحد الاتقان ومعلم راه تقدر تخطيها وتضرب صبعك ولا ضربتي صبعك طيرو بحيث حنا هذا ماضي ماضي بزاف ولكن الزيزوار يا لطيف يا لطيف يا لطيف يحفظك سيدي وريني البياسه فيني البياسه سي ادريس ان شاء الله ان شاء الله هذا الفيديو غادي نمونطيه وغادي نتلقوه ان شاء الله في القناه ديالي وتشوفوا انا مفتخر بالصانع المغربي. صح انا كنفتخر بكم. والله الا انا مفتخر بك انا جيت هاد النهار خليت خدمتي وقع لي الشرف انا شفتك كتخدم وشرفتي بينا وكبرتي بينا وخدمتي لنا بياسه حدانا شكرا السيد الحمد لله كنفتخر بهاد الحرفه هذه وكنفتخر انني مغربي الله وكنتمي لهاد البلاد هذه لان هاد الحرفه هذه كتوجد الا في المغرب. شوف بغيتك تقول شي رساله لوزاره الصناعه. كان هي قول بالقلب. كان ناشط وكنطالب بوزاره الوصيه على هذا القطاع انها باش دير لنا واحد 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 القانون. اييه اللي كان في عهد الحسن الثاني الله يرحمه. كان واحد الجزء مئوي كان كيدخل في الصناعه التقليديه لاي بنايه تابعه للدوله. ياك وللاسف لا بدا كيدخل زوينه. كنتي لا بدا دير شي حاجه دابا ما بقاش. كان ملزوم عليك اي شي حاجه ديال الدوله. سهل عليك الله وتبني فيلا. اييه يعطيوكش الرخصه حتى كتدخل واحد الجزء مئوي ديال الصناعه التقليديه. ياه اييه هذا كان في عهد الحسن الثاني. ما عمري ما عرفت هذا عباد الله. وللاسف دابا زال داك القانون. اوه دابا كنطالبوا بشي الوصيه ان باش تفعلنا داك القانون. على الاقل انت ما كانش البارتيكولي شي حاجه ديال الدوله اللي تتبني هذيك فيها صناعه رائعه هذي هذه ما كايناش. دابا الا تبنينا شي كوميساريه جديده ما كيديروش بس خصنا نردوها. مستشفيات تنوعدك شوف بالبركه هذا المقام وهذه الجلسه ان شاء الله هذا الكلام يوصل للسوق ويجيب الله التيسير. حيت حنا جينا بالنيه. انا كنشاهدوا كنشهدوا من قلبي وكنطلبوا من قلبي. برافو عليك. حسن النيه. احسن حاجه. حسن النيه. لا معلوم حسن النيه حنا كنتعاونوا الله يرضي عليك. حنا فرحانين به. ما شاء الله عليك الله يسخرك ولي. زيد شي حوايج واحده اخرى نقولها لهاد الناس بغيتي تقولها توصلها. كنطالب اذا كان ممكن ان داك القانون ديال 14 سنه ديال الدراري اللي كانوا كيدخلوا يتعلموا الحرفه دابا ما داروا تيدير 14 سنه عادي كانوا يدخلوا الحرفه ياك دابا الدري فاش كيدير 14 سنه ما كيبقاش باغي ما كيبقى معلو مع التليفون فري فاير وداك الشيء الله الله قول هادي دونك يجيو يتعلموا صناعه قبل من 14 عام 14 سنه بحال اللي كنا كنديروا هنا في الصيف تنجيو تعلموا على الاقل في الصيف دابا ممنوع عليك الدري دابا الا لقاو عندك دري عنده 14 عام يقلبوا عليك الدنيا كنبغي نعلمو ما كنلقاش ياك ما كنلقاش ما عمري ما عرفت هاد الشيء هذا انني خصني نتابع القانون ما خصنيش نخالف القانون والله الا علمتيني 14 سنه ماشي في صالح البلاد ماشي في صالح الحرفه لان فاش كيدير 14 ما كتقفلش عليه دوماج جبت لي سيت فيديو ادريس كيكون صغيور كتعلمو كيصبر كتسخرو قول خلي قول 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 هادشي قول كبر كيكون دخل سن المراهقه 14 على الاقل في اوقات الفراغ ديالي كيكون دخل 14 سنه كيكون دخل سن المراهقه الله يسلمك الله يسلمك على الدراسه تعلموا في اوراق هاد الفراغ يعطيك الصحه انا متفقه معاك انا متفقه معاك 100% ما يمكنناش الجلسه كانت معاك 14 سنه شوف ادريس هما دو لي برودوي سي ادريس صفارين حدا هاد القهوة كريم غي لابلاج الله يجيب له التيسير ويعطيه القابون ويعاونه